كل متابعينا في اليوم السابع، احنا دلوقتي في جنازة اللي بنعتبره وبيعتبره كل الناس في محافظة كفر الشيخ، ومش نعتبره كمان، نحسبه عند الله سبحانه وتعالى من الشهداء. طالب طيب، طيب القلب، مشهور في ميت علوان ومحافظة كفر الشيخ كلها انه هو انسان مسالم. طب تم التعدي عليه، تم التنمر عليه، وكانت النتيجة قتله على يد زميله رحمه الله. البقاء لله. البقاء لله. كانت الدفنة امبارح. امبارح كانت الساعة 12 بالليل. قولوا لي وصل لكم الخبر ازاي؟ حوالي الساعة 7:30 كده جالي تليفون، الحق ابن اخوك في المستشفى في العمليات، حد ضربه ومعوره في حالة خطرة. طبعا انا بقى وصلت المستشفى بعدها ب 10 دقايق، طلع الدكتور اخبرنا ان الحاله خلاص الجهه بتاخرها وتوفر. حاله توفر. احكي لي عنه. ابراهيم ولد على ثلاث بنات. ولد على ثلاث بنات، يعني هو الوحيد. هو الوحيد الولد. والده مهندس كيميائي. والده كان لسه جاي من سفر اول امبارح، يعني والده انا سافرت جبته اول امبارح بالليل، واصل الساعه 11 بالليل اول امبارح. يعني جاي والده جاي اول امبارح من السفر الساعه 11 بالليل، يعني ما شافوش الا يوم، ما شافوش غير تاني يوم الصبح. يعني وصل البيت كان ابراهيم كان نايم، شافه ابراهيم تاني يوم الصبح. معلش انا عارف الموقف صعب، انا عارف الموقف صعب، معلش. بالليل طبعا الوضع صعب. طبعا ابراهيم معروف انه طيب جدا، شخص مسالم، شاب في تانية ثانوي، طبعا بيروح دروسه ويجي. ان ثلاث اشخاص ايا كانت الشجار اللي حصل ما بينهم ان يوصل ان هم يموتوه، ده حاجة طبعا مش سهلة، واحنا نطالب بقصاص، نطالب بحق ان حق ابنها يرجع. يعني طبعا صعب، طبعا الموضوع يتحول ان هو ايه شجار عادي وموضوع عادي وكده، الموضوع هيتكرر كتير. والمنطقة اللي حصل فيها دي منطقة دروس، ومنطقة غير آمنة بالنهائي. أنا كنت سمعت إن الدروس انتهت، طبعا الدروس طبعا كانت فترة بس التصوير، الدروس انتهت واتراحت الفكرة، لكن دروس زي ما هي بل أكتر. ومنطقة كلها لبش، كلها أشكال، أكاد أقول مسجلين خطر كلها. مش آخر مرة قابلت إبراهيم أنت؟ أول امبارح الصبح. أول امبارح الصبح؟ يوم السفر، يوم ما رايح أجيب والده الصبح قابلته. كل اللي أنا بسأل عنه، وكل اللي من خلال تغطيتنا للخبر الوفاة، خبر القتل رحمه الله، بيقول عن إبراهيم حاجات كتيرة قوي، إنه طيب وإنه هو كويس وإنه هو مسالم. احكي لي عن إبراهيم. إبراهيم هو إنسان طيب، هو لا ده إن هو طيب، إن هو إنسان ملهوش أي سوابق مثلا، يعني هو شاب عايز يعيش جو الشباب بس في الإطار بتاعه، يعني جو الطيبة بتاعه. ممكن يكون أشخاص دول مثلا يحاولوا يستفزوه ويشدوا معاه وكده، وطبعا هو عن طريق إن هو شاب أكيد، يعني يكون في كلام. تمام. تم القاء القبض على المجني على الجاني، وحبسه اربع ايام، واعترف من خلال تحقيقات النيابه ان هو بالفعل ضرب ابراهيم بزجاجه. بتطالبه بايه؟ القصاص، حق ابننا القصاص، لا قتل يقتل، هو ده حق ابننا. تمام يا حبيبي. ونطالب بالقانون يكون فعلا اللي قتل يقتل، عشان يكون ده رادع لأي حد يفكر في الموضوع ده. تمام حبيبي. تمام. كل متابعينا في اليوم السابع بنتابع مع حضراتكم عملية جنازة إبراهيم رحمه الله، طبعا من الطلاب المهمة المتميزين اللي هم طيب القلب. طبعا والده زي ما قال عمه إن هو لسه مسافر أول امبارح، لسه جاي من السفر اول امبارح، و
أول شافه مرة واحدة فقط لا غير، وإنه هو ولد على ثلاث بنات. بقى لله بقى لله بقى لله، مش عارف أقول لك إيه والله. سمعت يعني كلام كتير عن إبراهيم، إنه طيب وإنسان محترم وإنسان كويس، واللي شيء اللي حزن أكتر إنه هو والده بعد غيبة وسفر شافه مرة واحدة. ما كملش اربع، يعني هو في الساعه 11 بالليل. الساعه 11 بالليل، الساعه 11 بالليل ثاني يوم الساعه 6 المغرب او 5 المغرب. ثاني يوم توفى الساعه 5 المغرب، اللي هو توادي الليل. يا دوبك انا جيت من السفر تعبان ونمت، صحيت الصبح ابني نزل راح دروسه وراح مدرسته ورجعت لاخر النهار، الحق ابني غرقان في دمه. لا اله الا الله. محمد قول لي بقى، يعني طبعا حاله ابوه يعني حاله يعني صعبه. صعبة. إبراهيم ابن عمك ولا أنت عمه؟ أنا عمه. أنت عمه؟ أنا عمه. أخ والده؟ ابن عم والده. ابن عم والده. احكي لنا على إبراهيم. إبراهيم عيل غلبان وفي حاله. عيل غلبان وفي حاله. هو معلش، هو طبعا انت عارف الحزن والغضب، الغضب عند كل الاهل، كل اهل المنطقه طبعا. كلهم مستعين، عايزين حق ابنهم زي ما بيقول، عايزين حق ابنهم، عايزين حق ابنهم. لانه كان ابن الكل الشهر. عرفت امتى ان ابن عمك توفى؟ هو ابن اخوك توفى. قعدت المغرب لقيت اخويا الصغير بيكلمني، الحق ابراهيم في المستشفى وبيقول له الحاله خطر. قبل ما اتحركش من هنا للمستشفى العام اللي هو ما كملش 5 دقايق، وصلت هناك قالوا لي ادخل المشرحه. دخلوه المشرحه؟ ادخل المشرحه. هو دخل العمليات، توفاه الله في العمليات، دخل المشرحه. كمل قد ايه من ساعه نقله للمستشفى؟ لا ما كنتش موجود ساعه النقل. ايه؟ ما كنتش موجود ساعه النقل عشان اقدر افرج. انا قلت هو في المشرحه. قول لي بقى، يعني المطالبه بايه؟ المطالبه بحاجات كتير، اولها ان يعني حق الواد ده، حق اهله يجي، من قتل او يقتل ولو بعد حين. بالظبط. في القصاص حياه يا اولي الالباب، النفس بالنفس والعين بالعين. احنا مش طالبين اكتر من حق ربنا يا جماعه، اللي ربنا شرعه في القران. احنا عندنا قانون وضعي، المفروض المشرع المصري يدخل يعدله. يعني ايه عيل يقتل ونقول عليه حدق؟ يعني ايه هو ايه العيل هنا؟ وعشان انا 17 سنه خلاص كده ما يطبقش عليه الحق شرع ربنا وما يطبقش عليه القانون. المفروض يا جماعه من قتل او يقتل، سواء طفل حدث راجل كبير راجل صغير ست زوجه راجل ام، اللي يقتل يموت، ده شرع ربنا وده حق ربنا. احنا مش طالبين حاجه، احنا لو كنا عايزين ناخد بالطار زي ما الناس قالت امبارح ان احنا نموت الولد ده او الاولاد ديت، احنا ما كناش عملنا عيله وخدنا عيله ابننا. احنا بنطالب القانون يجيب لنا حقنا اللي هو الاعدام. طبعا عشان خاطر انا راجل محامي وعارف ان الاحداث ملهاش اعدام، احنا بنطالب ان المشرع المصري ان دي تكون الفوقه للمشرع المصري عشان يعدل القانون. احنا بنفوق لما بتحصل مصيبه، هي يا رب تكون هي دي المصيبه اللي تفوقنا ويكون ده اخر ضحيه في الكلام ده. احنا دلوقتي بنتكلم في الدروس الخصوصيه، يا ولي منع الدروس الخصوصيه، انزل يا باشا منتجع الدروس الخصوصيه في قصر الشيخ، تقسيم الشرطه امام كافيه نابلي، وانت تشوف معاليك مجمع مدارس فوق ال 10,000 طالب، واظن الصور كانت واضحه لما المحافظ قفل المكان كانت الشوارع عامله ازاي هناك. فين تنفيذ القانون؟ فين نقط الشرطه والحمايه وكل الامن اللي بيلف هناك ليل ونهار عشان خاطر لما عيل 8 دقائق او 10 دقائق مشاجره زي ما قالوا النهارده ان المشاجره خدت من 8 ل 10 دقائق، او ان الضرب او وقعه التعدي دي حصلت من 12 من 10 دقائق او 8 دقائق، امال فين الامن اللي موجود؟ فين الامن اللي موجود والولد مذبوح من رقبته ومرمي في الارض وما اتشالش راح المستشفى غير بعديها بعد ما صفى دمه؟ فين؟ قول لي، هو ابراهيم طلع من البيت الصعب؟
امبارح الدرس راح وجال خبر، فطبعا كلنا اتشغلنا في الخبر، ما حدش ركز في اي حاجه غير ان احنا ناخد ابننا ندفن. احنا كان همنا كله امبارح ان احنا ندفن ابننا، كل الهم كله ان يعني هو يدفن جثمان ابراهيم. الامانه تندفن عشان خاطر نرتاح كلنا من ان هو موجود في المشرحه والعيله كلها واهله كلها موجوده في المشرحه لحد الساعه 12 بالليل. استاذ محمد عطيه، انت عم الشهيد عم ابراهيم، الشهيد ابراهيم، احكي لي عن ابراهيم. ابراهيم طالب، انا عارف الموقف صعب، يعني هو ابن اخويا الكبير، هو ولد على ثلاث بنات، انسان طيب جدا في حاله جدا، مالوش صحاب، هو يا اما يروح مدرسه يا اما يروح درس، مالوش توقيت اكتر من كده. اليوم ده كان نزل الدرس بتاعه، كان والده اليوم اللي قبلها كان جاي من السفر العماني. جاي من فين؟ من عمان. من عمان شغال هناك. فهو نزل راح الدرس، فوجئنا احنا ساعه المغرب كده بالظبط، لحقوا ابراهيم ساح دمه وناس ودوه المستشفى. قبل ما رحنا المستشفى كان تقريبا دخلوا عمليات، داي بسطوا لك ابراهيم توفى الله. بعد كده حصل بقى لينا رجال الشرطه والمباحث حوالينا بيقول لنا ان شاء الله وصلنا للعيال اللي ضربوه وان شاء الله جاري القبض عليه. بعد كده عرفنا ان هم مسكوا حد فيهم، واحد او اثنين تقريبا، وده كل المعلومات اللي وصلت لنا في وقتها. احنا طبعا خلصنا اجراءات مع النيابه وتصريح الدفن ودفناه حوالي الساعه 12 بالليل. ابراهيم سنه كان ثانيه ثانوي؟ ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي مدرسه شهيد السلام الثانويه. شهيد رياض. شهيد رياض مش شهيد سلام، شهيد رياض. الولد الوحيد على ثلاث بنات. الولد هو الولد الكبير على ثلاث بنات. كبير على ثلاث بنات. علاقتك بابراهيم ايه؟ الله يرحمه. عشان احنا كل ما بنروح مكان بيعددوا مآثر ومحاسن ابراهيم الله يرحمه. هو والد طيب جدا. حابين جدا. اظن دي كانت مشكلته في الحياه. حتى مشكلته مع اصحابه ممكن تكون كده، او مع زمايله. وجايز يكون ده يعني هو طيب في حاله، فممكن الشباب التانيين واصحابها اللي هم نظام الافلام والكلام ده كله بيصطادوا العيال زي كده يتنمروا عليهم ويعملوا عليهم حفلات. يعني العمليه هي بدات بعمليه تنمر على ابراهيم. انا ما عنديش معلومه حقيقيه عن الواقع، لكن انا من طلبه ابراهيم اظن العيال زي دي كده ممكن تتنمر عليه. كنت تتنمر عليه وهو ما تحملش التنمر، ولكن للاسف تكلبوا عليه. هو بقال الله بس احنا يعني احنا بنطالب بسرعه الاجراءات التقاضي والمحاكمه الناجزه العاجله، عشان والده ووالدته يعني اشعروا ان ابنهم خد حقه بالقصاص العادل. تمام. كل متابعينا في اليوم السابع من جنازه الطالب ابراهيم اللي هو في الصف الثاني الثانوي بمدرسه الشهيد رياض الثانوية، بننقل لحضراتكم من الجنازة طبعا حزن وألم أهالي الأسرة في مدينة كفر الشيخ في حي ميت علوان، أحد أحياء مدينة كفر الشيخ. طبعا الحزن والألم، الحزن أكتر لما والده كان جاي من عمان أول امبارح وما قابلوش إلا مرة واحدة، وفوجئ إن بعد كده ابنه سايح في دمه ومقتول، قتل على يد بعد عملية تنمر كما قيل، وراح ضحيتها إبراهيم. إبراهيم كان طيب القلب، وبيقولوا إن يعني طيبته الزائدة عن اللزوم ربما يكون كان سبب التنمر عليه، ودي كانت النتيجة إن هو تم قتله، ونحسبه إن شاء الله بإذن الله من الشهداء. كل متابعينا في اليوم السابع، وهنتابع القضية وهنتابع مع حضراتكم قرارات النيابة. قرارات النيابة حبس الجاني 4 أيام على مذمة التحقيق بعد أن اعترف أنه تعدى على إبراهيم بزجاجة وأدى إلى قتله. هذا ما اعترف به المتهم بقتل إبراهيم. وقلنا إبراهيم من الطلاب اللي هم متميزين متفوقين، بالإضافة إن هو كمان من طالب اشتهر بالطيبة. ده كل
ما قيل عن إبراهيموي إنه هو لم يحدث إنه هو حدث منه ما يعني ما يقلل من مكانته، بل طيبته ومكانته الكبيرة وحبه للناس، وإنه راجل يعني طالب من الطلاب، وهو زي ما بيقولوا كده هو في الأحياء الشعبية في حاله، من مدرسته لدرسه لبيته، ملوش دعوة، ملوش اختلاطات، ملوش أصحاب كتير، يعني كل اللي هو مهتم به فقط لا غير أنه هو مهتم بأنه هو يشوف مستقبله، يذاكر دروسه، يروح دروسه، الاهتمام بمستقبله فقط لا غير. هو ده إبراهيم اللي راح، للأسف إبراهيم عطية اللي راح ضحية ثلاثة من الشباب في محافظة كفر الشيخ. المكان طبعا اللي شهد مقتل إبراهيم واستشهاده هو مجمع دروس خصوصية، وطبعا المكان ده مشتهر بدروس الخصوصية، وبيكون فيه حوالي يعني مئات من الطلاب وربما الآلاف كمان من الطلاب في هذا المكان، وهو اللي شهد الواقعة. وإحنا الآن بننقل لحضراتكم الجنازة، جنازة وعزاء الشهيد إبراهيم رحمه الله.